قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله بن مهدي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الوارثي، وأحمد بن عبده هو الضبي، وحدثنا هشام بن عمار شامي، نعم. قال البخاري: صاحب التعليق. قال حدثنا مسلم بن خالد والسنجي وهشام بن عمار لم يظهر لي أن ماذا أن حديثه لا يرتقي إلى الحسن، لكنه كما ترى هنا مقرون. قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا كان النصف في شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. هذا الحديث اذا نظرت في سنده حكمت عليه بالحسن، ولكن في باب الحديث بعد عرضه إلى أحمد وأصحاب السنن بلغة انتفق شعبان عن أن الإمام أحمد قال: هو غير محفوظ في سنن البيهقي عن أبي داود عن أحمد لوكا، وقال ابن حجر: وكأن ابن مهدي يتوفى. انتهى. وكان ابن مهدي يتوفى. انت قال الإمام أبو داود رحمه الله يزيد بعضا يا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين. كلم على جواز الصوم في هذا إن أعتبرها في النصف الآخر من شعبان. نعم، والظاهر أيضا قوله بالسلامة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني، نعم يقال محمد بن أبي الشريف، وهو مختلف فيه والراجح بعضه، لكنه متابع هنا. قال: خالد ومخلد بن خالد الشعيري المعنى. قال: قرن عبد قال انبانا نامر عن ابن ابي بيت عن سعيد بن ابي الشعيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ادري اتبع لعين هو ام لا، وانا ادري عزير نبي هو أم لا. الحديث رواه البخاري في التاريخ، وفيه والحديث كفر لا لا أم لا مرسلا ومتصلا، وقال المرسل أصح، ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن الحدود كفار. انتهى. وقال الحافظ بن عبد البر في كتابه تم بيان معرفة فضله، هذا بعد ذكره زعم الدار قطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإثناء. قال أبو عمر: حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه عن الحديث الأخبار، وهو أثبت وأصح بإثناء أصح إسنادا من حديث أبي هريرة. وقد أخرج أبو الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي بيت، آدم متابع لنعمة على رأسه، ولكن شيخ الحاكم فيه عبد الرحمن بن الحسن ترجمه الخطيب في تاريخ الأحداث، وذكر الخطيب أنه كان كذا، ورجح ترجمة من تاريخ بغداد.
تفضل وبارك الله فيك. إبراهيم. رحمه الله تعالى أن محمد بن المتوكل قرأنا سنرجع محمد بن عبد الشيخ قال الإمام وعاد بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا عجرة إليه مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن زكاة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم يأجوج ومأجوج قل لا بأس إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال النبي عليه الصلاة والسلام فنحفروا غدا فيغيظ الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعدهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه ننزله وتستحسنونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كيأتيه من شرفه فيحفرون ويخرجون على الناس نعم فينشطون الناس ويتحصن الناس في غصونهم فينشطون طيب فينشطون الناس ويتحصن الناس بهم إلى في غصونهم في غصونهم نعم فيرمون بتعامل إلى السماء فترتح عليها الدم الذي الدم الذي ماذا؟ فيقولون طهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نفقا في نفقا في في ماذا؟ في أقفائهم نعم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض تتسمن وتشكر شكرا مثل حليب الحديث رواه الإمام أحمد وقال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة الحديث بسند الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح ولكن إليك من قرأ الحافظ بن كثير قال رحمه الله تعالى وإسناده جيد قوي ولكن نتبه في رفعه الإنكار لأنه ظاهر الآية يكتب أنهم لم يتمكنوا من استقرار ولا من نقضه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتون فيبحثون حتى لا يطمعوا إلا القليل فيقولون غدا نفتح ويأتون من الغد وقد عاد كما كان فيبحثون حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان فيبحثونه فيه فيقولون غدا نفتح ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله
فيصبحون هو كما تضاربوه، فيفتحون وهذا متكئ أنه من دون كعب الأحبار، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب الأحبار، فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويعاتبه، فحسبني أبو هريرة، نعم، فتوحد بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه والله أعلم. كلام طيب. كلام طيب. فمن ماذا؟ يقطع يقر ويقطع له نتبع. هذا كلام طيب. حتى ها؟ قطعوا حتى إذا جاء وعد ربي جعله سكتا. هذا هو صحيح من قال مباير القرآن. قال مباير القرآن. كيف صحيح؟ ويرد على ابن كثير. شيخ الألباني. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعيد ما قلنا من انه لم يتمكن من نقده ولا نقد شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع عن الحديث المتفق عليه من حديث زينب: لا اله الا الله وجل العرب من شر من ذلك الشرف، وفتح اليوم الرجل ياجوج وماجوج في دعاء وحل. قل رسول الله ما لكفر الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. قال أخبرنا في الوقت بالزياد، قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. إذا نظرت إلى رجال هذا السند وجدتهم رجال الصحيح إلا ذكر في المعاد. وقد قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق، ولكن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ضعيفة، لذلك في التعليل اتكمت عبد الواحد بن زياد. وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني شبه يحيى بن سعيد وهو البطان يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثها تقصد البصرة ولا تسوى، وكنا نثبت على ثلاثه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكر حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفا. وفيه أيضا وقال أبو داود نعم، وبلى أبو داود ثقة عمد إلى حديث كان يسير الأعمش ووصلها عندها. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان هذا الحديث مما أنكر على عبد الواحد انتهى. والحديث في الصحيحين عن عائشة من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى إليه أخواننا، يعني عن أنه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ما شاء الاضطجاع وأما الأمر في الاضطجاع فهو يعتبر شاذا. كذبت عبد الواحد بن زياد وهو ضعيف في الأعمش، كي شئت قلت يعتبر شاذا باعتبار أن عبد الواحد ثقة، إن شئت قلت يختبر المنكر باعتبار أن رواية عبد الواحد عن الأعمش ضعيفة. والله المستعان. ها؟ أكمل الصداع في المسجد. المسجد؟ أنا أعلمه. بعضهم يقول لك إنكم بيتية.
وكان على المسجد قاعد يقوم يراه، لكن على أصل هو عموم التشريع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، ومن عادته أن يصلي في بيته ركعتي الفجر. فإذا صلينا في بيوتنا وقضى وقت الاضطجاع اضطجعنا، ما قضى وقت الاضطجاع فماذا؟ نعم. مشينا إلى المسجد. المسجد أول شيء من ألفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر من المسجد. من هؤلاء الذين كانوا يقصدون؟ من الذين كانوا يقصدون؟ التابعين. لا الأول صحيحة، قلت بحراف يا رجل فعلا الأول صحيحة. ماذا يقولون من ماذا؟ من الصحابة. وكذا لا يقولون من التابعين هكذا. وبعد هذا ماذا حل؟ الأصل هو التشريع أم ليس الأصل هو التشريع؟ لا، يا صلى الله عليه وسلم المسجد ولم يفعل هذا، لك أن تقول هذه سنة بيتي. الله عرف خالقك بالدليل. لا، ما نعمل أننا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتي ويضطجع. حتى إذا تضطجع إليك اضطجعت، وإذا صلينا في المسجد اضطجعت. النوافل كلها أفضل صلاة المرض إلى المكتوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مليح المدني سمع من أبي قال أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يكن الله غضب الله عليه. وذكره صفحة سبعة وتسعين وأربعمائة بذلك السند، وأخرجه الترمذي. وقال وقد روى وكيع عن غير واحد عن أبي النبي هذا الحديث، ولا نعرف إلا من هذا الذي وأخرج ابن ماجه كله في روى عن أبي النبي عن أبي صالح غير منسوب، فيتوهم الباحث أنه أبو صالح ذكوان بكثرة روايته عن أبي هريرة، فيحكم على ذلكم عن الحديث بالصحة إلا أن أقل إلا لأن أبا المديح قد يتبعه بالمعين، ولكن النبي في السنة وأبو صالح الفارسي الخلدي. ما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب راويا عنه سوى أبي المديح. فحضر المعين أي الخلدي هذا. وقال أبو شرع لا بأس به. وقال الحافظ في التقريب لين. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة أبي صالح، يعني أنه تفرد به. فعلى هذا فالحديث ضعيف، والله الله أعلم. نعم.
نعم وذكر الحافظ الذهبي بالميزان هذا الحديث من مقدمة أبي صالح، يعني أنه تفرد به، فعلى هذا فالحديث ضعيف، الله أعلم. طيب، أعطونا الميزان التي تليها أقوال. الرابع هو الكلل. إيه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو صالح الكندي عن أبي هريرة، أبو واحد من حديثه من لم يرجو الله يغضب عليه. رواه الرقوة بن هشام، قال حسبنا وكيع، حسبنا عبد المليح، سمع أبا صالح، فذكره عن أبي هريرة مرفوعا. الطالب من أبي هريرة تصرف أبو الصبر في هذا. تسمعون من المتكتل؟ نعم خيرا إن شاء الله. أعطوني رسم القرآن من الذي يشوش. قاسم بن مطول ذات الوطن رب قال لي أبو محمد بن فستان كما في وارد الضمعان أكل الأسد من سفيران متفق على جلاله ومحمد بن الحسن بن قتيبة وكذاب ومحمد بن أحمد بن سيارة بتناش بن سيارة مع أبو فعل من سيارة المستقبل وأكل أنا يا ولقد الحسن قالوا حدثنا صفوان بن صالح نعم الشفقين قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الشهيد بن ابي حمزه قال حدثنا ابو الوليد وزينات يرين مسلم وهم قال حدثنا ابو الزناد عن العرب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الليل سكن الرسول اثناء مئه ابن رافده انه وتر من ست الرسل فانه وتر من ست الوتر من اعطاها دخل الجنه انت هذا المختلف عظيم وزيادة عند ابن ماجة ومعدة وكذلك أربع الظاهر عند ابن قال عن العرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الليل سكن السنة سنة بيعه اللوافداء من وطر من الوطر أنا أحصاها دخل الجنة والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك سنة لأني أقوى راجع في وطر الوطر عن
هو الرحمن الرحيم. لا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الفخار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرابع المهد المذل السميع البصير الحكيم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المطيب الحكيم الجليل الكريم الرفيق الواسع الحكيم الوجود المجيد المجيد الضاعف الشهيد الحق الرفيق القوي المقيم الولي الحميد المحيي المذكور المغيب المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد. القادر المبتدئ المقدم المؤخر المؤثر الاول والاخر الظاهر الباطن المتعال القر الطواف المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك بالجلال والاكرام المبسط المانع المبيع الجامع الصان الضار الضار النافع النور العاجل الدفيع الباقي الوارد الرشيد الكبير. وإذا كان تحت دعاء لا يثبت تبقي أن تؤخذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ولا يلزم أيضا أن تكون فقط بل البدعة فكانت أكثر النور عزيز. اللهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك نعم علمته أحد من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك. الحكيم ذكر في الثاني صحيح كما ترى الحاكم من مستدركه وقال صحيح عليك في الشيخين. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول بعد ذكره من غريب صفوان بن صالح هذا حديث غريب السنة هذه غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند هذا الحديث وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعلم بكثير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث وقد روى آدم الثانيات هذا الحديث بإسناد غير هذا. أنا في رواية عن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيه الأسماء وليس فيه إسناد صحيح عندها وليس له إسناد صحيح عندها وقال المباركون ونقل المباركون للسكة عن الحافظ عن المبالة وليست العدة مثل الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الادراك انتهى. وراجع الكلام على بعض سد الاسماء فتح الباري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى مدعو بها بعد ان ذكر الحديث والذي عول عليه جماعة من الحفاظ ان سد الاسماء في هذا الحديث يطرد فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغ عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي والله أعلم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا نوح بن حكيم قال
أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. هذا الحديث إذا نظرت إليه بأن السنة وجدت رجاله رجال الصحيح إلا نوح بن حبيب وثقة مكتوب عند الترمذي تتابعه يحيى بن موسى يحيى بن موسى الملقب بحتى وهو من نعم وهو من ماذا وهو من مشايخ البخاري وإليك ما قال الإمام الترمذي رحمه الله قال رحمه الله تعالى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ فيه عبد الرزاق استخرجه من حديث معمر بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن سليمان من داوود عليه السلام قال لا أطوفك الليل على 70 امرأة تلف كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلف امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عبد الطاووس عن أبيه هذا الحديث هكذا نعم رواه أبو هريرة في طوله وقال 70 امرأة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة انتك يا خان صالح تقوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جلس في مجلس رأسه بغضه فقال أبدا يقول من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مثل غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سعيد بكم من هذا الوجه. فأنت إذا نظرت في هذا السنة تقول هو حسن على شرط ولكن الإمام البخاري يذكر هنا هذا الحديث بترجمة سعيد من التاريخ الكثير والصغير ما يعقد بقوله وقال موسى من عليك ساعات فيقف ما تعاد فاطمة عن وعيد قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله بن غصة ولم يكتب موسى بن غصة
السلام على بيان وصف أبو حسن يوصله صوت المواطن من التعديل. وفي آخر المقدمة أنفت تقربة البخاري، وفي تقربة البخاري يصاب الصادات، وفي ذلك تدور الحديث الحاكم، وفي خلال الاجتماعات الحاكم، وفي النقل الحافظ على ابن الصلاح، ولعله أكثر أن يسد الحافظ على ابن الصلاح. والحديث صحيح من غير حديث أبو هريرة كما في آخر الفتح. لا السلام عليكم مطور أن تكون أعتمد المسك على صلاح الحاكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حتم المهندس الوليد بن زياد بن الوليد البغدادي أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزار عن يحيى بن أبي كثير أنا أتكلم عن أبي هريرة. قال يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الغوث والسحر. هذا حديث حسن صحيح مريض من حديث أبي هريرة. لا نعرفه إلا بما في الوجه. هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت رجاله ثقة. ورسال الوليد بن تأسيسها ولم يصرح بالتحديث فليس هو عندك. قال الحافظ ابن رشد رحمه الله تعالى في العلاج وتكلم الإمام أحمد في حديث عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير خاصة وقال لم يكن يحسن سيدا فيخطر فيه إذا أنكر أنه أنكر هذا الحديث لهذا الحديث بين أيديه وقال هذا خطأ من الأوزاعي. ثم ضر الحافظ الرجل وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب ابن ناصر ولكنه مذكور. وأسلم شرحه بفعل البخاري وهو شرح مفيد جدا معك على هو فلان ذا أكثر من أسرع في القرآن وعلى إعداد في القراء اسمه فتح الباري الله يجنعي اسمه فتح الباري أيضا. وقال هذا خطأ وقال الحافظ الرقيق وكتب ذلك في أول كتاب والحديث صحيح وأعطيت شهر 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 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد وغنانا حدثني بيرد وأطلان بصيرة الفاطمة ست إنه إنذر أن يحدث وإنذر أن يقوم عن القضاء. نعم ذلك يا إخواني في الله ولم يتجاوز تدلس أبو ودة رسالة لنا الرجال والحق أنه لم يوفق فيها. نعم نعم لا المهم أن العلماء الرجال ليسوا بالسجاد والجواز إن يحمل على أن الشخص ليس له راقة في النساء أصلا هذا الذي يحمل عليه وأن يحمل على أنه له راقة في النساء ولكن مدرك بطلب العلم الأفضل والأحسن أن يتزوج. نعم هو خير له ورفقته ورفق صغاره تدريجه
هذا عن الميت يحققها ويفعلها وهكذا ابن جريء ذكر أنه لن يتزوج. فعلى كل فماذا أخواني في الله؟ ففي سورة الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الحجة، وهذا وهؤلاء يحملون على ماذا؟ على أنه ليس لهم رغبة بالنساء. هذا أمر ما يمزح عليه الشخص، أحد في الزواج ما يمزح عليه، هذا السنة والزواج، ها؟ ما بعدها نعملك في الزواج وتغطى وهكذا، لا وزارات أمره، فماذا؟ سميات العرفات، لا بارك الله فيه. يقولون ما تزوج لأنه يريد أن لا يتزوج حتى ينتهي من القضية الفلسطينية، والله من أول الأمر وأنا أعلم أنه خبيث، لماذا؟ اليهود يغتالون ويمشي في موسكو إلى لندن إلى ماذا أمريكا إلى غيرها. في هذه الدنيا وهم يقتلوا اليهود عميل لهم من أول الأمر، لا بارك الله فيه. ثم خان، لا أقول ثم خان، ثم ظهرت خياناته وضع فلسطين، والله المستعان. قالوا ما تتزوج لأنه ما يريد هذا حتى ينتهي من قبضة الفلسطينيون. متى؟ الإسماعيلية. ها؟ إن الله لا يبارك فيه. ها؟ يوم ماذا؟ يوم بعد ما نخدم البيع. وبعدها منقمة حنان، منقمة بعد واحد من الإخوان المسلمين كان يرسلوا عنده البيت عن منقمة حنان، فأوتاه هي منقمة الشعر. من ابن حنان يا إخوان؟ ها؟ لا الحاء حركة والمين والقاضي قاضي مقاومة والسين إسلام صاحب إعلام. قال حكمنا وفي عن شرطة عن شعيرنا قال عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا غضوة إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذا نظرت في سنة في هذا الحديث حكمت عليه بالحسن وأنه على شرط مسلم، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ينظر في التلخيص الكتاب القديم يا أخوان لكثرة نقل العلماء عنه، كنت أظن أنه مجلدات، الترخيص الحبيب، كنت أظن أنه مجلدات، فإذا هو مجلدان، هذا كتاب عظيم جدا وصف الحافظ في تاريخه على أنه مختصر له من كتاب الرافعي الكبير. ها؟ لا لا، ترخيص الحديث غلط، يعني معناه انه لخص كتابا اسمه الحديث، لا والله الترخيص الحديث
من نادى أعطيك الرابط الكبير. أي نعم. ها؟ قد عمره ما افتخر من بدء النور بالملقب. طيب خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: إذا نظرت في سند هذا الحديث أحكمت عليه بالحس وأنه على شرط مسلم، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله ينقل في التلخيص عن ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا وهم اختصره شعبة من الحديث. شعبة إيش؟ متن اختصره اختصر شعبة متن الحديث، فقال: لا وقوع إلا من صوت عريض. رواه أصحاب سعيد ورواه أصحاب سعيد بلفظ. إذا كان أحدهم الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتها ويجد ريحها. انتهى. وأما نظر الحافظ عن الحافظ البياتي أنه قال في حديث الذهاب إنه ثابت إلى آخره، فإن أبا حاتم رحمه الله أعلم بعلم الحديث من البيهقي رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زايدة نعم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من باع بيعتين في بيعه فله اوكتهما او الربا. لا اكثر من قد حدثنا بهذا الحديث. اذا نظرت الى سنته وجدته حسنا، ولكنه شاذ بهذا اللفظ، فقد خالف يحيى بن زكريا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عبيد الله بن عبد الله الأنصاري وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن عطاء وعبيدة وعبيدة نعم وعبد بن سليمان ويحيى بن سعيد كلهم يروونه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه. انتهى مختصرا من عون المعبود، اي وليس فيه فله اوقتهما او الربا. من باع بيعتين في بيعه فله اوقتهما او الربا. هذا كنا نستدل به على الذين ماذا يبيعون او يبيعون بماذا ببيع التكسير، ثم صار الحديث ضعيفا فبقي نهى عن بيعتين لبيعة. لكن ماذا؟ مثل أبي وافد الليثي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي واثق بن ليثين أنهم قالوا: يا رسول الله، إننا في أرض تصيبنا فيها النحماصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: إذا قال نعم إذا لم تتطبقوا ولم ترتقوا ولم ترتقوا ولم ماذا؟ تحتفظوا
النام تشاركم بها لما أراد الاصطباح تصبحوا أي ليس لكم إيدان ولم تختبقوا ليس لكم لبن ولم تحتفلوا تشاركم بها من أجل منهم أنا قد أنظر يا أخوان إلى طرف صحيح أو غيره. هذا حديث رجال ورجال الصحيح وهو منقطع في تاريخ التعريف في تقرة عفشان بن عطية وأرسل عنا بواقد من الليثي. وهذا نصطفح بها يعني شحن الميتة شحن الميتة قال نصطفح بها أي ماذا يعني نأخذه لنبيع منه نعم لنصفح نعم وماذا قال تحتفظه نعم ده نعم ايه قل انت وهمتني من قبل بسم الله مسند اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سهيل بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر النساء من كان منكن وماذا يفعل تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الإمام رأسه من طيب من قبل من ضيق ثياب الرجال خيرا ان شاء الله عرفوا الظاهر انه من حديث ما هو من حديث يا معشر النساء الذي في البخاري من حديث من يا اخوان لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال ها من سهل بن فهد طيب هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وظاهره الصحة وإليك ما قال أبي بكر عن مولاته أسماء قال رحمه الله تعالى وقد وهم سريج في موضعين منه أحدهما قوله عن الزهري الثاني قوله عن عروة فإنه ليس من حديث الزهري ولا من حديث عروة والمحفوظ حديث معمر ويحيى حديث معمر يعني عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء عن أسماء وقد عزاه الحافظ بن الدين في تحفة الأشراف لأبي داود وهو في المسند
وهو في المسند قبل هذا الحديث الذي هو عن مولى أسمع الذي نزلته ثم قال الحافظ المزي رحمه الله. وكان ابن عيينة يرويه عن أبي الزهري وربما طيب وماذا وربما شك ابن عيينة فيه فقال عن الزهري عن أخيه عن رجل لم يسميه عن أسماء حكاه عبد الغني بالسريف عن الدارقطني وقيل فيه عن مولى لأسماء عن أسماء انتهى. طيب خيرا ان شاء الله. الحاصل انه يدور على مبهم. نعم ها عبد الله بن مسلم مسند أسماء بنت عميس رضي الله عنها قريب النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن مسلمة والحافظ المسكين بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له أحمد يا أحمد قم لماذا قال والحافظ المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ده لما يجيك عندك قام يا محمد لأنه منعه عن حضور حفلته. من هو الذي منع؟ ها من الذي منع؟ يعني محمد بن مسلمة منع النسائي. محمد بن مسلمة منع النسائي. لا عندي أبو عبد الرحمن يا أخوان لا أربعة من أحد اليد. الحارس ماذا؟ حتى أقول يا أخوان يعني منع الحارس من النسائي منع الحارس المسكين لما يقوم إلا ماذا إياد الذي ماذا ولا قدر شهر قم يا إياد قم يا إياد ضربت علينا الصراط قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم طيب محمد بن سلمة أحسن تبارك الله قال عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم الأول اسمه عبد الرحمن بن القاسم وهو غير عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال حدثني مالك هذا من تلاميذ مالك وذاك من مشايخ مالك قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهل هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدته من ثقات أثبات
ولكن في حاشية جامع التحصيل بعد إشارتي إلى هذا الحديث أن صاحب الإلمام قال وهذا صاحب الإلمام يا أخواني بن دقيق الوليد وهذا منقطع عندهم زاد القاسم بن محمد لم يزاد القاسم بن محمد لم يلقى أسماء انتهى المراد منه وأنا ذكر عن ابني محمد عن أبي محمد أنه لا ينكر سماعه منها فهذا بالظن ظهر عن أبي محمد بن حرب فهذا بالظن والتخمين ولا يكفي في تفسير الحديث ومما يؤيد ما قاله صاحب الإلمام أن القاسم ليس له في الأمهات الست عن أسماء بنت حميس إلا هذا الحديث كما في تحفة الأشراف. هذا القول في الإمام أم في غيره؟ ها؟ ظاهر ممكن. نعم، هذا الذي قال. نعم، قل. يا شيخ قول ابن تيمية وبريرة رضي الله عنها. الصحيح يا ولد مقداد. بريرة أو بريرة عن بريرة رضي الله عنها وعن بريرة رضي الله عنها ها؟ وأنت؟ ها؟ يد الوجهان عندك بريرة أي نعم عندك بريرة ها عندك ليلى عندك ليلى من من؟ لا في أحد يتابع المقداد والآخر العثمي على الخطأ؟ قال لا أدري هذا. ها؟ أين قال لا أدري؟ نعم. قال لا أدري. قال لا أدري. ما لو قلت من تابعك على الخطأ؟ إبراهيم. إبراهيم. قال نعم. قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى في الآحاد والمثاني وهو كتاب عظيم وهكذا أيضا كتابه كتاب السنة وكان قاضيا يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم ما معنى الآحاد والمثاني؟ لا الآحاد والمثاني ها؟ الآحاد فرق والمثاني نعم يعني معنى أنه يذكر حديثا أو حديثين في ترجمة الراوي ولو كان من المكثرين وعلى ذلك لا هذا الضابط قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن أروى عن بريرة أنها قالت كان في ثلاث نسوة تفتق علي بلحم فأتيت لعائشة فأبقته فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا اللحم ما هذا اللحم فقالت لحم تصدق على بريرة فأعتته لنا فقال هو على بريرة صدق ولنا هدية قالت وكانت علي تسع عوات وكاتبت على تسع عوات فقالت عائشة إن شاء أهلوك فيرجع في الأصل هكذا ولا لا إجابة فعلهم عددت لهم ثمانية عدتك من واحدة فقالت نعم فقالت إنهم يقولون لا إلا أن تشترطي لهم الولد ذكرت ذلك لرسول الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اشتريها واشترطي واشترطي ماذا لهم؟ إن الولاء ها؟ إن الولاء
واشترط فإن الولاء لمن أعتق. قالت: وأعفتني واعتقتني وكان لي الخيار، أي لزوجها مثل زوجها يا أخوان. ما؟ الذي في العطش على تعدية نويت أو كذا نويت كيف يتبع بريرة كان يتبعها ويبكي في الشكك. حديثي إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح وقد أخرجه النسائي من الكبراء، ولكن في الكبراء ولكن في تحفة الأشراف أن النسائي قال حديث يزيد بن رومان خطأ. قال الحافظ المزي يعني أن الصواب حديث الزهري وحديث الزهري وغيره عن عروة عن عائشة انتهى، يعني في الحديث مسند عائشة لا من مسند بريرة. وهذا الكلام الذي نقلته نقله الحافظ المزي على النسائي قد سقط من النسخة المطبوعة. والحمد لله. مسند أم حبيبة رمزة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي البحار عن سهيل بن شكر عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو قائم. نعم، يقبل وهو متوسط الليل وما حاله ثم أيضا قبل وهو متوسط الليل وما حاله. ما؟ صحيح عندي بيضاني بيضاني آخر عبد القادر. أين عبد القادر؟ قال نعم عبد اختبي عبد القادر هكذا. نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبل وهو متوضئ فلا يعيد الوضوء. ما حاله؟ ها؟ صحيح صحيح معلم وظاهر سند الصحة وقد ذكرناه في أحاديث معلم، وألف بعض الإخوة العصريين كتابا في تفصيله. خير إن شاء الله. هو الصحابي مصحابي الحديث عن أم سلمة وعن عائشة وعن حفيظ وعن هي دي النبي صلى الله عليه وسلم. بحثه طيب بحثه طيب، لكن ماذا ما يعني لا أقول ما يكثر العلماء المتفكرين فيعلم الله أنه يكثرهم ويجلهم في كتاباته، لكن بس ما يعرف بكرة مع العلماء المتفكرين لا تحسن طيب يعني عارضهم عارضهم وهو في المكتبة. أنا ذاك الذي رفع يده قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكنه معل. قال الحافظ الذي في تحفة الأشراف بعد عزله للنسائي في الكبرى. نعم، وقال النسائي هذا خطأ لا أعلم أحدا تابع شعبة على أم حبيبة، يعني أن الصواب حديث شكل بن شتير
عن حفصة. أشتير بن شكل. نعم أحسنت. عن حفصة. نعم عن حفصة لعن من حبيبه. وقد مضى علي الحافظ النبي يقول قد مضى. ثم ذكر في ترجمتي شتير بن شكل أبا معاوية عن الأعمش عن مسلم عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند مسلم والنسائي في الكبرى وأبا عوان عن منصور عند مسلم وسفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عند النسائي في الكبرى كلاهما أي الأعمش ومنصور عن أبي الضحى مسلم بن قبيح عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها فذكرته كان الصحيح أنه من حديث حفصة لا من حديث أم حبيبة. تفضل بارك الله فيك. بسم الله نعم الأعمش منصرف أم غير منصرف؟ وأعمش منصرف أم غير منصرف؟ ها؟ إذا الوقت في وزن فعل الآن سأسأل أخاكم ستيل جوز زنزة أرجع معي شيخ أعمش علامة ما ها؟ أعمش بسميناه قارس يعني هو من يوم الصلاة إذا كان عمل الآن أندفضوا قد انتهى ما هو صار عجب نعم ولكن ما الفرق بين الأعمش والأعشاء أعمش ها هو كله كلم الله أعلم ضعف النظر لا شيء أكثر لا شيء أكثر فضل الأعمش اللي هي متابانة يعني ها ماذا لا شيء كذا كلام اللي يقول صمم عنده ولا ها ولا عشاء ما أجلس ثم الفرق بين الأعمش والأعشاء الأعشاء هو اللي يصير في الليل وما يصطريح ها ولا عمش من الأعمش نعب نعب فرصة بالصحيح طيب الأعمش إذا كلام ولا شيء تعرف تهم العيون لا ربما يكون فيها طمش فيها يعني جزارة وساخة فيها نعم هذا خير هذا أنت الذي عجبت وأصبت الأعشى الذي ما يرى في الليل هذا سنة قليلة في القاعدة يعني والأعمش هو الذي بعيونه جمع وشيء من الوساخة يتجمع فيها أحسنت ما أبوكم الأعمش ما شاء الله بس أحب هذا الاسم نفسه وأنا ماذا تراها اسم ربما يعير به غيره طيب ان شاء الله انك تقول لي انه ماذا يقول انه رهيب هو يموت ها طيب قال رحمه الله تعالى مسند سهله زوجة
أبي حذيفة رضي الله عنها. لماذا ما قلنا زوج؟ قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن سهل امرأة أبي حذيفة عنها قالت: قلت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعيه. فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها. بكى إبراهيم. قم إبراهيم. وفي صحيح مسلم من حديث من؟ إبراهيم لا يدري مقبل. هذه سهلة عندك. أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. حديث عائشة. الله المستعان، وأظنه في صحيح المسلم يا إخوان. حديث زينب. ها؟ يعني معلم. هذا الحديث إذا نظرت، لا أنا مشيت في شيء. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وهو معل، وهو معلم بأمره الأول أن الهيثمي في مجمع الزوائد يقول، رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رواه عن القاسم بن محمد عن سهلة، فلا أدري سمع منها أم لا. واحد. الثاني أن سفيان بن عيينة رواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة عند أحمد وعند مسلم، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عند مسلم. فالظاهر أن حماد بن سلمة عن سلمة وهم فيه والله أعلم. وقد رواه عن عائشة أيضا عروة بن الزبير كما عند أحمد ورادة وزينب بنت أبي سلمة عند أحمد وعند مسلم أيضا. هل هذا خاص لمن وضع؟ مشاء النبي صلى الله عليه وسلم يرينه خاصا بماذا؟ بسهلة. إلا عائشة ما أدري من تبعها واحدة معها وكذا. وكذلك أيضا الجمهور يرونه خاصا بماذا؟ بسهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من كان حالته كحالة سالم أي في الدخول والخروج وهو أمر ضروري فلا بأس، أيضا وبشرط أن يكون مأمونا. ما ربما يفتن أي نعم ويحلو لهم أو لهما الأمر قد أصبح يدخل ويخرج، فلا بد أن يكون أمينا ذا دين. وقد بلغني أنه قد حدث أمر منكر بسبب هذا، والله المستعان، يعني في هذا الزمن، والله المستعان. ماذا؟ فالظاهر لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان كهيئة سالم ويحتاج إلى دخوله وخروجه فلا بأس بذلك. نعم. أنا حفظ هذا القرص تقول عدد الرضعات. عدد الرضعات؟ نعم. ولا بد منك. ولو حلبت له في إناء. ها؟ ولو حلبت له في إناء وشاركت. كذلك.
خمس قضاءات. لكن هذا بالإناء لا يدرى كم. ها؟ النار يضرب بالإناء ما يقدر. كيف؟ الناني يقول بالإناء ما يقدر. يا يشرب حتى أروى. وثاني مرة يشرب حتى يروى. حكمة كبيرة جدا. حكمة كبيرة. ها؟ خمس قضاءات. خمسة لما قالوا في لما قالوا بالصغير. قالوا بالصغير ماذا؟ يعني ان ضابط الرضعه ان ياخذ الثدي من نفسه ويتركه من نفسه. انا ما ادري يتركه. انا ما فرطت ما شفيع. لكن هل احنا قلنا لك انه قد رخص لهذا يرضى يرضى. اي يرضى. اي نقول يترك بجوبك. لا سجود هذا وهذا. لا قلت يا غير. قالوا ليش لا. خلاص او يجد بلدا وراح مني يطرد ما به الا والله المستعان. مسند عائشه رضي الله عنها قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن واهب الهمداني الهمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الذين يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هذا حديث رجاله رجال الصحيح وهو منقطع في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن سعيد روى عن عائشة ولم يدركها. لا تفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا كلمة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته كأنه ليس رجلا بارزا رجل كامل ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن عرفت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. الحديث رجاله رجال الصحيح ومنقطع في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الله بن بريدة وقال الدارقطني في كتاب النكاح من السنن لم يسمع من عائشة. وبعد هذا فإذا كان الحديث لا يثبت منقطع فإن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه لا بد من رضا المرأة المخطوبة. نعم وهذا وعدم الرضا فتح باب المشاكل من أول اليوم. عدم الرضا فتح باب المشاكل من أول اليوم فلا بد والذي ننصح به أن تكون المخطوبة راضية والشخص راض. شخص أيضا ما يقول له أبوه والله ما معك إلا فلانة لا ما يصلح هذا. وماذا ولا هي أيضا يأتي ماذا يأتي الخاطب ويأتي أبوها يسر بها العصا في الشمال خلف ظهره يا ترى العصا لا. فبعد ذلك
إذا واثقت من الخوف بنبيها فهذا باب فتح المشاكل، فإن الحياة السعيدة بين الزوجين أن تكون راضية بمن تتزوج به وهو راض وعلى شخص يبلغ جهدة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والله المستعان. عندك يا خانة يا صاحب العقد قم.